تابع محطاتنا وشيف حسين صار جاهز وناطرنا ورشة ملح. صباح الخير لكل المشاهدين. طبعا وصفتنا على النار وفي عنا وصفة شلتها هلأ من الفرن لحتى ننهيها أنا وياكم نحط لها الكريمة. لكن مشاهدينا في عنا ثلاث وصفات لليوم وثلاث وصفات فيهم سمك. عندي سمك هامور بالكريمة، عندي كمان سلمون بالخضار وهامور على الطريقة الصينية، لكن أو سمك على الطريقة الصينية حسب ما أنتم مشاهدينا بترغبوا. طيب خلينا نجي أنا وياكم على هالصينية. هيدي الصينية في بقلبها مثل ما عم بتشوفوا شرائح الحامض، في بقلبها فيليه سمك، في بقلبها جزر، في بقلبها فطر، في بقلبها بصل، وفي بقلبها من الثوم. بأول فقرة من فقرات رشة ملح جبت أنا فيليه سمك هامور. طبعا هون بذكر كل المشاهدين الفيليه سمك إذا جبته مثلج لازم نحن ننقعه بالحليب ليرد المواد البروتينية اللي بيخسرها خلال تفريزه، وإذا جبته طازة ما بيأثر دغري بالتابلو وبتنقعه بعد ما نكون مشاهدينا مغسلينه. طبعا حطيت رشة كمون، حطيت من عصير الحامض زيت زيتون ورشة ملح، حطيتهم تبلت فيهم السمك، رجعنا ضفنا لقلهم من البقدونس، حطينا بصل كمان على الوجه مع الثوم، حطيت شرائح حامض وحطيت السمك بالصينية، حطيت الصلصة اللي تبلت فيها السمكات حطيتهم أنا كمان بالصينية. هلأ حضفت جزر وضفنا من الفطر. رح اجي كمان انا شو رح ضيف لهالوصفة، رح ضيف ايضا لهالوصفة من الكريمة، كريم فريش او كريمة الطبخ. اوكي ضفنا لكن مشاهدينا كريمة للسمكات، وهلأ صار فيني رد انا صينية السمك على الفرن لحتى كمان تستوي مع هالخضار الشهية. لكن هيدا اول طبق صار جاهز بالفرن. هيدي الصينية حطينا لها كل المكونات، بضل في عنا وصفتين. عنا طبق أنا وياكم رح نحضره سمك على الطريقة الصينية. عندي سمك هون، أنا اليوم السمك مني راي على القلي. هول السمكات قدامي اسمهم براق. رح اجي للبراقات أنا جيب حاطط جريل. رح جيب من زيت السمسم. لكن رح استعين أنا بزيت السمسم. حط زيت سمسم على الجريل مثل ما عم بتشوفوا، ورح اجيب السمكات اشويهم على الجريل. طيب هون السمكات ما تبلناهم بشي بس طبعا غسلناهم، رح نحط لهم من الفلفل الاسود. لكن هول السمك مثل ما عم بتشوفوا بهالشكل. طبعا هون بذكر المشاهدين ما بحب زيت السمسم وريحة السمسم بيحب ايضا من زيت الزيتون. اوكي هول السمكات حطيناهم وبنتركهم طبعا لحتى يستووا. في عندي مي على النار، هيدي المي لشو؟ هاي المي انا رح اسلق فيها المعكرونة الباستا، لكن الباستا رح نسلقها السمكات على النار وبضل في عنا وصفة وبدنا نشرف على نهاية وصفتنا انا وياكم باخر فقرتين من فقرات رشة ملح. وما تنسوا كمان ناطركم باخر فقرة لحتى جاوبكم على الواتساب. اما هلا بالعودة للجهيدان. هو عم بحط الغراض على النار دغري، بقول اليوم ما رح نقلي، بتطلع فيي انه اليوم ما رح نقلي. شوي، ما في قلي. شوي، اوكي. كله شوي. كله شوي، نحن راضيين، خلص عظيم. رح نتابع محطاتنا وبعد لحظات رح نكون مع حلقة سينما معي انا، خليكم معنا.